أتكلم عن الفنون أو الأدب عموماً، أو الفنون بتأدب روح أو بتروضها. أنت طالما روضتها أو أدبتها فأنت كده بتتحكم في مشاعرك، بتعرف تتصرف في حاجات كتيرة قوي، بتبقى هادي، بتبقى ريلاكس. ممكن أصلاً لو بدأت تتعصب أو كده، فلو عملت خط بس بسيط فكده كل حاجة بتبقى تمام. خلينا نقول إن إحنا هنبدأ من الأول خالص. إحنا ما ينفعش نطور، التطوير ده لازم يكون عندك أساس كويس جدا عشان تبني عليه أو عشان تطوره. مثلا خد كورس بره وما استفدش منه بحاجة، وهو أول ما يجيلي ينسى أي حاجة يعرفها قبل كده، هو هيبدأ معايا من الصفر سواء عنده موهبة أو ما عندوش. حتى لو ما عنديش موهبة، هي الفكرة مش فترة التدريب، الفكرة اللي أنا هاخده في الفترة دي هاخد إيه وهستفيد إيه. ما هيركز معايا أكتر، كل ما هيشتغل على نفسه هيوصل لمستوى ممكن أعلى من اللي أنا المفروض إن أنا أوصله له. احنا نتمنى ان احنا نوصل دايما نتيجة كويسة، وكل واحد بقى يعني على حسب الانرجي او الباور او الابيليتي بتاعته ان هو يكمل او ان هو يطور من نفسه او ان هو يساعد نفسه. التطوير بقى هنا هنحتاجه منه هو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ممكن حضرتك تقول لنا ايه فكره المكان؟ احنا في ال بي سي اكاديمي، بنهتم بتنميه المهارات، وانا موجود هنا النهارده علشان نتدرب بالفنون التشكيليه بالاضافه لكورسات تانية موجوده هنا في الاكاديميه هنبقى نعلن عنها بعد كده. اوكي، بالنسبه لكورس رسم، ممكن حضرتك تعلم حد رسم ازاي؟ او هو ده ممكن تستفيد من حضرتك ازاي؟ ده بيكون كورس لمدة 16 محاضرة. في خلال الكورس ده تتعلمي ترسمي كل حاجة، وإن شاء الله بعد كده بعد ما بنخلص بنشارك في معارض وبنهتم بالموضوع أكتر، مش مجرد إنك اتعلمت وخلاص. يكون في معارض محلية ودولية، وبتكون أول خطوة ليك في طريق الفن. تمام. طيب أنا ما بعرفش أرسم خالص، الموضوع عجبني بصراحة عاوز ابدا، يعني ده في امكانيه ولا انا خلاص كده؟ الموضوع ملوش علاقه بالموهبه خالص، بالعكس، يعني الموهبه دي مجرد ان هي بتساعدك انك انت تتعلمي اسرع، انما هو الموضوع ملوش علاقه بالموهبه، زي اي حاجه ممكن تتعلميها، زي الانجليش، زي العربي، زي اي حاجه. طيب لا، ده انا اقدر اتواصل مع حضرتك ازاي بقى؟ البتي اكاديمي هتواصل معاكم وآلاء وهترد عليكم في اسرع وقت، وتقول لكم كمان التفاصيل بتاعت الكورس، هحسب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن والارقام للتواصل. كان معاكم اسلام خالد، السلام عليكم.